لهون اجينا ردينا بدنا ننزل المسافة، المسافة كمان زغرت معي من هون، فبدي ارد اخذ ثانية من هون واخذ ثانية من هون فور سيمتري، لازم اعمل هيك. اذا اخذت ثانية ومنعت حالي اتسارع بدي ارد انزل كمان ثانية، لانه صار التسارع عندي بده وقت اقل كمان، فلازم اخذ ثانية من هون وثانية من هون. اذا اخذت ثانية من هون وثانية من هون هاي راح ترجع معي هيك، هذول القطعتين راح يقربوا مع هاي، راح تتحرك بمقدار 1 سكند راح يصير عندي هون هذا الاخضر، وهاي كمان راح تصير القطعة اللي كانت هناك جنبها الخضرة الثانية راح تصير هون، فضل عندي بس هاي الفترة اللي عمالي ماشي فيها على constant acceleration. مظبوط؟ يعني الاكسلريشن وصل قيمته هون، راح يصير بعدين يضل على constant acceleration، وإذا رسمت الأخضر هون إيش راح يصير شكله؟ راح يكون زي هيك، بعدين لهون، بعدين هون نيجاتيف بده ينزل. مظبوط؟ وبعدين بده يكمل نزول لحد النقطة هاي، بعدين راح يمشي ثانية هيك، وبعدين راح يرجع. وهي الستة لأني أكلت ثانيتين مش هيك؟ ثانيتين هون، وهاي راح ترجع ثانية هون. شو راح يصير هلأ بالكيرف اللي موجود هون؟ راح أضطر أمشي، هاي مشيت هون هيك، بعدين وصلت واحد ونص، بعدين نص، وبعدين برد بنزل نفس الإشي هيك وهيك. قديش صارت الجيرني تاخذني الان؟ 6 ثواني. طبعا المساحه اللي قطعتها اقل. التوب سبيد اللي وصلت لها هلا 2 متر بالثانيه بالضبط. راح يصير عندي هاي الكيرف الاخضر وهي الكيرف الاخضر اللي مقابله هون، وهلا الاخضر الاخير راح يكون هون، وصار عندي هون مربع اخضر، مربعين خضر جنب بعض، فراغ سكند. طب وين هلا الكريتيكال راح يجيني؟ الكريتيكال الجاي اللي راح انتقل من كيس 2 لكيس 3، لما هذا يوصل يضرب هون. فاخر حاله نحطها مثلا بالاسود لما نضل عندنا الوان، اخر حاله راح نحطها لما هذا يتحرك ويوصل، او نحطها بالازرق، نحط الحاله. هلا هون رديت اكلت ثانيه من هون واخذت ثانيه من هون، رجعت هاي ثانيه، الصندوق هذا مشي ضرب هون، بعدين كمان ثانية رجع من هون، بعدين ضل له آخر إشي هون، والجيرني هاي اللي راح يضل منها، راح ترجع هاي ثانية، فراح يصير عندي ثانية بزيد التسارع، ثانية برد بنزل التسارع، ثانية بنزل التسارع، وثانية برجع التسارع لزيرو. هون طبعاً بزيد عفواً بس بزيد هيك وبعدين بعمل هيك، فلو رسمناها هاي راح تعطيني هيك، بعدين راح أمشي. لما نوصل واحد، اي واحد هلا هون ما راح اضل هون، راح انزل هيك وانزل هيك، وهي صارت عندي اربعه. وهلا الاكسلريشن اذا رسمناه راح يكون هيك، ومباشره راح يعكس اتجاهه، راح ينزل هيك، بعدين راح ينزل هيك، راح ينزل هيك. هذه هون هلا هذه كريتيكال، هاي اخر مين؟ اخر الكيس 2 وبدايه كيس 3. فكيس 3 بصير عندي احنا هون هاي ما كملناها، هاي لازم تكون اي سكوير في زائد في سكوير جي على اي جي. والكيس 3 الان خلص الاكسلريشن هون يا دوبها ضربت في القيمه تبعتها ونزلت. مظبوط؟ الريتد اكسلريشن شو كانت عندي هناك؟ 1 متر بير سكند سكوير. هاي بس وصلت ضربتها ضربت جاست تاتشت على واحد وبعدين ردت نزلت من هون. فأي تغير بعد هيك شو راح يصير؟ ايش راح يصير بالصندوقين هدول؟ راح يبدوا يدخلوا على بعض. الصندوق هذا راح يدخل الصندوق هذا، فهذا هون عرضه راح يصير أقل وهذا عرضه راح يصير أقل. هلا بنرسم حالة من الحالات، خلينا نحط بس الشرط تبعها. دي بدها تكون الآن أقل من أو تساوي 2A كيوبد على J سكوير. ولاحظوا في ما بتبين هون، لأنه أنا مش راح أقدر أوصلها. نرسم آخر حالة، آخر لون نحاول نرسمه، نحطه بالأسود. لو هذا الصندوق رد هلا سكر من هون صارت مسافه اقل من 2 متر، طبعا اقل من 2 متر فيش طابق اقل من 2 متر. في عماره حقيقيه عمركم شفتوا طابق اقل من 2 متر؟ غير منطقي، بس احنا بنرسمه هون، بس هو في الحاله الواقعيه راح يكون هدول هم الحالتين اللي احنا بنشوفهم. لو صار هيك خليني افترض هاي نزلت لنصها، فراح يصير عندي هون راح يطلع الاكس، مش راح يوصل غير نص قيمته اظن، راح يوصل نص متر بير سكند سكوير، راح ينزل من هون، ينزل من هون، بعدين يطلع هيك. راح تصير عندي الاكسلريشن هون يوصل نص وينزل وينزل
اريد اطلع. الجيرني صارت هون 2 سكند، والمسافه اللي راح اعطاها بس راح اعمل راح اوصل هين من هون، راح اوصل هاي القيمه اللي هي بوصلش حتى واحد من هون، بلف هيك صعب حتى ارسمها افرجيكم اياها، هيك بتصير وبتصير بهذا الشكل. واللي بقطعه اقل من 2 متر، يمكن هون انا قطعت اقل من 2 متر، هاي الاكسلريشن وهاي الهاي. طبعا هاي حاله غير يعني صعب، صعب جدا نوصل لها الا اذا كانت الديستانس صغيره جدا بين طابق وطابق. الحاله الوحيده اللي بتصير في عماره انه الديستانس تكون قصيره جدا زي هيك، في بعض عمارات بقرر المعماري يعملها بالشكل التالي، خليني هلا بشرحها.